الحمد لله على كل حال كنا مصممين ان نوصل الى النهائي وتحقق وصولنا للنهائي الحمد لله. والله مباراة ضد فريق يعني متمرس للبطولة ولاعبين من المنتخب البحريني ولعيبة خبرة الصراحة، واستطعنا ان نسجل في البداية وبدينا نلعب بالتكتيك اللي طلب منا المدرب والحمد لله على كل حال. والله انا السنة الثالثة على التوالي اني اشارك فيها، وكان طموح للامانة اني اوصل النهائي. بطولة مميزة، تنظيم عالي جدا، نشكر ابناء فولاد الصراحة على تنظيم البطولة. نتمنى يكون نهائي مميز بين الفريقين، وباذن الله ان شاء الله الكاس من طموحنا ان شاء الله. اسم المباراة صراحة بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله، نوعدهم بكاس إن شاء الله، بإذن الله حبيبي.